السلام عليكم، مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في قناة نور شانيل للوصفات. فيديو اليوم أسميته 3 في 1. لماذا؟ لأنه المشروب مشروب واحد والمكون مكون واحد فقط، لكن يعالج 3 أمراض تعتبر بالخطيرة. لماذا هذا المشروب؟ لأنه أول شيء وأهم شيء أنه ينقي الجسم من السموم، وأهم السموم يعني التي توجد في الجسم، وإذا نقي أو شفي الجسم منها شفي جميع الأمراض، وهو سم السكر وسم الملح. فكما تعلمان أن السكر والملح سمان قاتلان جدا، فلذلك هذا المشروب ينقي الجسم. لذلك هذا الفيديو ليس فقط لمرضى السكري أو لمرضى الضغط أو لمن يريد إذابة الدهون، بل أيضا للجميع كافة وعامة. والوقاية خير من العلاج، دائما أقولها في فيديوهاتي. أقي نفسك خيرا من أن تتعالج بتكاليف تدفع تكاليف والكثير من المال. بدون تطويل في الفيديو، المكون هو الزعتري كما رأيتم هنا، الكثير تعرف عنه. هو الزعتري، يمكن أن تجلبوا الزعتر أو تأخذوا الزعتر الطري، ويمكن الاكتفاء بالزعتر الجاف الذي يوجد في جميع عند العطارين عند المحلات، وهو رخيص الثمن لكن فوائده رائعة جدا جدا جدا. أيضا هو جميل لأصحاب القولون، يعني هذا المشروب أيضا لأصحاب القولون، عادي جدا فلن يضرهم أبدا. إذا هنا أنا قمت بتحضيره مسبقا. أنا الحمد لله لست مريضة بالسكري أو ضغط دم أو أي شيء، لكن هناك يعني بعض الأوقات أكثر من تناول السكريات والحلويات، وتكون لدي مناسبات وما إلى ذلك. لذلك في ذلك الوقت سرعان ما آتي وأحضر هذا المشروب لكي أتخلص من كل السكريات والدهون التي قمت بأكلها في ذلك مثلا الأسبوع أو في تلك الأيام. لذلك قلت لكم هذا الفيديو خاص، أو عفوا يعني عام للجميع وليس خاص لمرضى السكري والضغط ولمن يعاني من الدهون. إذا كما ترون هنا هذا هو المشروب. تقومون بأخذ لتر من الماء المغلي جيدا، ثم ملعقة كبيرة مملوءة من الزعتري الجاف. هو المشروب حار نوعا ما، لكن يعني الإنسان أن يتشافى هو أحسن من عادي جدا، يعني من الأمور اللاذعة أو من المشروبات. أتمنى أن تكونوا فهمتم قصدي، فأنا دائما أتكلم بهذه اللغة لكي تفهم جميع الدول العربية. شكرا على تفهمكم. إذا كما قلت، لتر من الماء المغلي مع ملعقة كبيرة من الزعتري، تتركونه ليلة كاملة حتى يصبح بهذا اللون، يتغير لونه، ثم تقومون بشرب. أنا شربت كأس. تقومون بشرب كأس كبير على الريق. أول شيء عندما تستيقظون من النوم تشربون كأس كبير على الريق، وإن شاء الله سوف تلاحظون أنكم أصبحتم أحسن بهذا المشروب إن شاء الله، كما قلت هو أيضا لأصحاب القولون. كان هذا هو فيديو اليوم. بالنسبة للمرضى السكري يمكن إضافة أوراق الزيتون، فأوراق الزيتون أثبتت علميا أنها تعالج السكري وتخفض السكري في الدم، يعني من النوع الثاني والنوع الثالث. كان هذا فيديو اليوم، أتمنى أن ينال إعجابكم وأن تنشروه للخير والاستفادة. لا تنسوا لايك لهذا الفيديو، وإلى اللقاء.